رح أحكي عن الأمينو أسيدز والبيبتايدز. بالبداية خلونا نتذكر بسرعة لما حكينا عن الحمض شو عرفناه. حكينا الحمض هو المادة اللي بتعطينا بروتون، ولما حكينا عن المعايرة أو التيتريشن غطينا موضوع التيتريشن تبع المونوبروتيك أسيدز. هلأ الأمينو أسيدز والبيبتايدز يعتبروا بوليبروتيك أسيدز، يعني بيعطونا أكتر من بروتون لما نعملهم تيتريشن. رح نحكي عن تفاصيل التيتريشن للأمينو أسيدز والبيبتايدز بنهاية هذا الفيديو والفيديوهات الجاية إن شاء الله. خلونا هلا نتعرف على الستركتشر تبع الامينو اسيد الواحد. الامينو اسيد عنده كربونه اسمها الفا كربون. هاي الالفا كربون مرتبطه باربعه بارتنرز اللي هم الامينو جروب والكاربوكسيل جروب وهيدروجين وجروب اسمها الار جروب. الار جروب او سايد تشين هي variable، يعني بتختلف من امينو اسيد للتاني، وهي اللي بتميز الامينو اسيدز عن بعض. بمعنى اخر كل الامينو اسيدز عندهم كاربوكسيل جروب وامينو جروب وهيدروجين، بس مش كلهم عندهم نفس الار جروب، بتختلف من امينو اسيد للتاني، وبتحدد خصائص الامينو اسيدز اللي بتميزهم عن بعض هي الار جروب او السايد تشين. هلا كل الاوبجكتس في الحياه عندهم ميرور ايمج، يعني اي اوبجكت او اي مركب له صوره على المراه، صوره مراه بنسميها ميرور ايمج. بس في اوبجكتس الميرور ايمج تبعتهم بتكون ايدنتيكال للايمج الحقيقيه، زي الكره مثلا، لو في كره ساده مش محطوط عليها اي شيء فصورتها على المراه مطابقه لصورتها الحقيقيه، وهدول الصورتين لو حطيناهم على بعض بيتطابقوا على بعض، بينما ايدي اليمين بتختلف عن ايدي الشمال مع انهم كل واحدة هي ميرور ايمج للتانية. هلا المثال تبع الايد اليمين وايد الشمال اللي هو لما يكون الميرور ايمجز مش ايدنتيكال بنسمي هدول الايمجز كايرل ايمج، تمام؟ بينما لما تكون الميرور ايمجز ايدنتيكال بنسميهم اي كايرل. هلا الامينو اسيد اذا لاحظنا قلنا بيحتوى على الفا كربون، والالفا كربون لها اربعة بارتنرز. هذا الاشي بيخلي الامينو اسيد كلهم ما عدا اكسبشن هلا رح نحكي عنه، بيخلي الامينو اسيد كلهم كايرل، يعني الميرور ايمج تبع الامينو اسيد بيكون مش ايدنتيكال للريل ايمج تبعت الامينو اسيد. فكل الامينو اسيد يعتبروا كايرل، لهم كايرل سنتر اللي هي الالفا كربون، تمام؟ صورتهم على المرآة مش مطابقة لصورتهم الحقيقية. الاكسبشن هو الجلايسين. الجلايسين هو امينو اسيد الار جروب تبعته عبارة عن هيدروجين، فصار في عنده هيدروجينتين، واحدة الهيدروجين الاصلية اللي متشابه فيها مع كل الامينو اسيد، والار جروب تبعته هي عبارة عن هيدروجين. هذا الاشي بيخلي الجلايسين اي كايرال، انه صورته على المرآة الميرور ايمج تبعته بتكون ايدنتيكال لصورته الحقيقية. هذا بالنسبة للجلايسين، بينما كل الامينو اسيدز الثانيين يعتبروا كايرل، الالفا كربون تبعتهم كايرل سنتر، تمام. هلا لما انا قلت انه ميرور ايمج وريل ايمج، هدول الايمجز اللي ما يكونوا لنفس الكومباوند وهم مش ايدنتيكال بنسمي هدول الامجز ستيريو ايزومر، يعني لما اعكس الامينو اسيد واشوف صورته الميرور ايمج تبعته وتكون مختلفه عن الصوره الاصليه بنسمي الصورتين هدول ستيريو ايزومر لهذا الامينو اسيد. الستيريو ايزومر تبعون الامينو اسيد بنسميهم ال ودي امينو اسيد، يعني كل امينو اسيد إله ميرور ايمج بتختلف عن الريل ايمج تبعته، والميرور ايمجز هدول اللي هم الريل والميرور بنسميهم ستيريو ايزومرز، وبنرمز لكل واحدة ب ال ودي، تمام؟ ناخذ مثال الالانين عشان نتاكد من الفهم. هاي الالانين هو عبارة عن امينو اسيد، وهي الكاربوكسيل جروب، وهي الامينو جروب، وهي الهيدروجين والار جروب تبعته. لما شفنا عملنا الميرور ايمج تبعته هي اللي هي فيها انعكاس جانبي إله وعكسناها صارت هاي الكاربوكسيل طبعا انها هيها، وهي الار جروب وهي انعكست انعكاس جانبي، هي الهيدروجين صارت على الشمال، وعلى اليمين صارت عنا الامينو جروب. هدول التنتين الصورتين اللي هم ميرور ايمجز لبعض بنحكي لهم ستيريو ايزومرز، ورمزنا للي على الشمال ب ال وللي على اليمين ب دي، فهي صار اسمها ال الانين وهي دي الانين، تمام؟ هلا على اي اساس سمينا اللي على اليسار ال وعلى اليمين دي؟ على اساس مكان وجود الامينو جروب. اذا لاحظنا انه بالال الانين الامينو جروب موجوده على الليفت
الليفت، بينما على اليمين اللي هي دي ألانين الأمينو جروب موجودة على اليمين. فالأمينو أسيدز قدرنا نسمي الستيريو أيزومرز تبعونهم اللي هم الميرور إيمجز تبعونهم ال ودي حسب وجود الأمينو جروب. إذا على اليسار اللي هو ليفت بنسميها الأمينو أسيد، بينما إذا على اليمين بتكون دي أمينو أسيد، زي مثال الألانين اللي هلأ شفناه. هلأ لما نسمي الكربونات تبعون السايد تشين أو اللي هي الار جروب بالأمينو أسيد بنسميها حسب حروف الإغريق اللي هم بعد ألفا بيجي بيتا جاما دلتا إبسلون وآخر حرف هو الأوميجا، وإحنا على هذا الأساس بنسمي الكربونات تبعون السايد تشين. فمثلا بمثال الألنين عندنا هاي الألفا كاربون اللي هي هون هي عبارة عن كايرال سنتر، هاي الألفا وهي السايد تشين الكاربون تبعت السايد تشين موجودة بميثان، بنسميها هون بيتا لأنه الحرف اللي بعد ألفا بيجي بيتا، لو في كمان واحدة بنسميها جاما وهكذا، والأخيرة بتكون أوميجا لأنه آخر حرف بي الجريك ألفابت هو الأوميجا، فآخر واحدة بتكون أوميجا كاربون. تمام. هلأ الفري أمينو أسيدز، الأمينو أسيدز لما يكونوا مو مرتبطين ببيبتايد أو ببروتين بيكون الكاربوكسيل جروب تبعتهم والأمينو جروب بيكونوا مشحونين. الكاربوكسيل جروب بتكون خسران البروتون تبعها والأمينو جروب بيكون كسبان بروتون، بيكونوا مشحونين بالنيوترال بي اتش. يعني لما يكون البي اتش بيساوي 7 الكاربوكسيل جروب بتكون سالبة والأمينو جروب بتكون موجبة. فلو هذا الأمينو أسيد السايد تشين تبعته غير مشحونة رح يكون النت تشارج مجموع الشحنة تبعته 0، سالب من الكاربوكسيل جروب وموجب من الأمينو جروب. هذا وين؟ لما يكون البي اتش بيساوي 7 بالنيوترال بي اتش. تمام. ولكن هاي الحالة ما بتنطبق إذا كانت السايد تشين مشحونة لأنها أكيد حتأثر على النت تشارج. إذا كانت مشحونة بشحنة موجبة رح تخلي النت تشارج موجبة، وإذا كانت مشحونة بشحنة سالبة رح تخلي النت تشارج سالب واحد. تمام. هلأ المركب لما يكون النت تشارج تبعته صفر بنسميه زوتيريون أو زوتريون. يعني الأمينو أسيدز إذا كانوا السايد تشين تبعونهم غير مشحونين بالنيوترال بي اتش يعتبروا زوتيريونز، لأنه اللي عندهم إيكوال بوزيتيف ونيجاتيف تشارجز، فالنت تشارج بتساوي صفر وهم بيكونوا إلكتريكلي نيوترال. تمام. هلأ هنبلش نحكي بالتيتريشن تبع الأمينو أسيدز. هلأ نفترض برضو مثال الألانين تبعنا. مثال الألانين بيكون بالبداية قلنا إذا كان الـ pH كتير قليل بيكون في عنا هيدروجينز أو بروتونز تركيزهم عالي، دائما الـ pH القليل البروتون بيكون تركيزه عالي. فلما يكون عنا سولوشن فيه بروتونز بتركيز عالي وبعدين حطينا له ألانين، هاد الألانين الجروبز تبعونه كلهم رح يكتسبوا بروتونات. الجروبز تبعون الألانين اللي ممكن تاخد بروتون هم الكاربوكسيل جروب والأمينو جروب. الكاربوكسيل جروب لما تاخد بروتون لما تكون محطوطة بسولوشن الـ pH تبعه كتير قليل وفي عنا كتير بروتونات، تمام، الكاربوكسيل جروب رح تكون غير مشحونة والأمينو جروب رح تصير مشحونة بشحنة موجبة. فلما يكون الـ pH كتير قليل الألانين هاد رح يكون النت تشارج تبعته قد ايه؟ موجب واحد. نفترض ان احنا عم نعمل تيتريشن وعم نضيف OH minus وعم نخلي الـ pH يزيد، هاد الاشي رح يخلي الكاربوكسيل جروب اول واحدة تفقد البروتون تبعها وبصير في عنا النت تشارج جاي من الامينو جروب اللي لساتها كسبانه واحد من البروتونات اللي بالسولوشن تبعنا، وبتصير النت تشارج زيرو، بصير زويتريون. وهذا الحكي بينطبق بالبي اتش لما يكون يساوي 7 انه الكاربوكسيل جروب تكون شحنتها سالبه والامينو جروب تكون شحنتها موجبه. تمام. ونفترض ان لساتنا عم نعمل تايتريشن ولسه البي اتش عم يزيد، هذا الاشي بيخلي الامينو جروب تفقد برضو البروتون تبعها وبتصير النت تشارج تبعت الالانين، لو نفترض ان هاي الالانين ايش مالها، تصير النت تشارج سالب واحد. هلا هذا الحكي انطبق عنا على الالانين لانه ال R جروب تبعته غير مشحونة، بس لما تكون عنا أمينو أسيدز ال R جروب تبعتهم أو السايد تشين في إلها شحنة، فهذا الإشي أكيد رح يأثر على التايتريشن وما رح نبلش بنت تشارج تكون موجب واحد. مثلا يعني ناخد مثال الهستيدين. الهستيدين عنده السايد تشين اسمها فيها إيميدازول رينج. الإيميدازول رينج هاي زي ما احنا شايفينها في عندها نيتروجين، وهاي النيتروجين
تقدر تكسب بروتون وطبعا بتقدر تفقده، ولما تكسب بروتون بتصير شحنتها موجبة. فلو نفترض انه عم نعمل تايتريشن وحطيناها بمحلول البي اتش تبعته كتير قليلة، وبالتالي في عنا تركيز عالي من البروتونات، التركيز العالي من البروتونات رح يخلي كل هدول الجروبس اللي هم الكاربوكسل والامينو جروب والجروب الموجودة بالإميدازول رينج كلهم يكسبوا بروتونات، وبتصير النت تشارج عنا موجب واحد، بلس 1 جاي من الإميدازول وبلس 1 جاي من الأمينو جروب. أما COOH الكاربوكسيل جروب صارت نيوترال بس أخذت بروتون. زودنا شوي شوي، ما احنا عم نعمل تايتريشن، زودنا شوي شوي الPH، أول حدا فقد البروتون تبعه هو الكاربوكسيل جروب وصارت تعطينا شحنة سالبة، بس بسبب الموجب واحد تبعت الأمينو جروب والموجب واحد تبعت الإميدازول رينج صار عندنا النت تشارج موجب واحد. بعدين زودنا برضو الـ pH، لما زودنا الـ pH فقدت الإيميدازول رينج البروتون تبعها وصارت عنا النت تشارج زيرو، سالب واحد من الكاربوكسيل جروب وموجب واحد من الـ NH3 بلس اللي هي الأمينو جروب. ولاحظنا هذا الـ pH وين؟ هذا الـ pH مثلا لما يكون الـ pH بيساوي 7 نيوترال، أوكي؟ لأنه عنا هاي فاقد البروتون تبعها وهاي مكتسبة بروتون، فالنت تشارج صفر، والإميدازول رينج هنا كانت فاقد البروتون تبعها وما استفدنا من شحنتها الموجبة. لما زودنا عم نعمل تايتريشن زودنا البي اتش أكتر صار في عنا النت تشارج سالب واحد، لأنه الأمينو جروب فقدت وأخيرا البروتون الزيادة اللي كانت ماخدته معطيها شحنة موجبة. تمام؟ فالتايتريشن ممكن يغير من شحنة الأمينو أسيد اللي إحنا قاعدين عم نعمل له معايرة. حلو، هلأ حكينا إيش هم التايتريتابل جروبس بالأمينو أسيد أو الجروبس اللي ممكن يفقدوا ويكسبوا بروتونات ونعمل لهم تايتريشن. مين هم؟ الكاربوكسل والأمينو والسايد تشين في بعض الأمينو أسيد. وبالتالي الكاربوكسيل والأمينو والسايد تشين إذا كانت تايتريتابل المفروض أنه يكون في عندها PKA. خلونا نتذكر شو كانت PKA. PKA كانت هي pH اللي عنده تركيز البروتونيتد والديبروتونيتد فورمز من الأسد اللي عم نعمله تايتريشن متساويين. بمعنى آخر لما يكون في عنا أسد عم نعمله تايتريشن ونوصل pH بيساوي PKA تبعه، بيكون تركيز البروتونيتد فورم إله لهذا الأسد بتساوي الديبروتونيتد. وهدول الجروبس اللي بالأمينو أسد إلهم PKA، كل جروب إلها PKA معينة. مثلا مثال PKA تبعت الكاربوكسيل جروبس اللي الموجودين بالأمينو أسد، الكاربوكسيل جروبس الاصليين المرتبطين بالالفا كاربون، هدول الكاربوكسيل جروبس البي كي اي تبعتهم بتساوي 2. بمعنى اخر عند البي اتش 2 بيكون تركيز الكاربوكسيل جروبس اللي فاقدين بروتونات بيساوي تركيز الكاربوكسيل جروب اللي عندهم البروتون، يعني اللي شحنتهم سالبه بتساوي اللي شحنتهم موجبه عند البي اتش 2 بمين؟ بالكاربوكسيل جروبس تبعون الامينو اسيد اللي مرتبطين بالالفا كاربون. بينما الامينو جروبس البي كي اي تبعتهم بتكون من 9 ل 10 ونص، يعني لما يكون البي اتش من 9 ل 10 ونص بيكون تركيز الان اتش 3 بلس بيساوي الان اتش 2 بهدول الامينو اسيد. تمام؟ واما الار جروب فهي اكيد بتختلف حسب الامينو اسيد، لانها الار جروب اصلا مختلفه بين الامينو اسيد، فكل امينو اسيد عنده سايد تشين مختلفه عن الثانيه، وكل سايد تشين لها بي كي اي بتختلف عن البي كي اي للسايد تشين الثانيه. فهذا الاشي بيخلي التايتريشن تبع الامينو اسيد او التايتريشن كيرفز مختلفين عن بعض، وكل امينو اسيد له تايتريشن كيرف بيختلف عن الامينو اسيد الثاني. وكمان اشي بنستفيد منه او اشي بخلينا نهتم بدراسة PKA values تبعون الأمينو أسيد هو كون هدول الأحماض الأمينية basic ولا acidic في السولوشن تبعنا. بمعنى آخر PKA value تبعت الأمينو أسيد بتخلي تتحكم بشحنة الأمينو أسيد، وبالتالي بتتحكم كونه حمض أو قاعدة بالسولوشن تبعنا. مثلا الهستيدين واللايسين والارجينين هدول يعتبروا بيسك امينو اسيدز لانه السايد تشينز تبعونهم ممكن يكتسبوا شحنه موجبه، فخلص احنا حافظينهم هم بيسك امينو اسيدز. ولكن الهستيدين مثلا
بالبي اتش النيوترال كانت عندنا الهستيدين فاقده الاتش تبعتها. هاي لما كان هون البي اتش تبعنا كان 7 كانت الاميدازول رينج فاقده الاتش البروتون تبعها وبالتالي فاقده شحنتها، فصفت لما يكون البي اتش تبعها 7 مش عم تعطينا شحنه موجبه لل امينو اسيد، وصفى زي كانه السايد تشين تبعته غير مشحونه وكانه مش بيسك. فاحنا لازم لما ندرس الامينو اسيد نعرف البي كي اي فاليو تبعته عشان نقدر نعرف شحنته ونقدر نعرف اذا هو راح يتصرف كقاعده او لا. نفس الشيء او ناخذ مثال ثاني الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد، هم عندهم بالسايد تشين تبعتهم كاربوكسيليك اسيد او كاربوكسيل جروبس، والكاربوكسيل جروبس بيميلوا انهم ايش انهم يفقدوا بروتونات، يعني شحنتهم تكون سالبه، يعني الامينو اسيد يكون اسيدك. ولكن او هم حتى البي كي اي فاليو تبعت الكاربوكسيل جروب تبعت السايد تشين تبعت الجلوتاميك والاسبارتيك اسيد كتير قليله، وهذا الاشي بيخلي لما تكون البي كي اي فاليو كتير قليله بيخلي الامينو اسيد بالبي اتش النيوترال يكون فاقد، هاي الكاربوكسيل جروب تكون فاقده البروتون تبعها لانه البي اتش اعلى من البي كي اي، فالدي بروتونيتد بيكون اعلى من البروتونيتد لهاي الكاربوكسيل جروب اللي بالسايد تشين تبعت الجلوتاميك والاسبارتيك اسيد. لهيك بغالب الاحيان بمعظم المحاليل راح تلاقي الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد شحنتهم اللي الكاربوكسيل جروب تبعتهم دي بروتونيتد وماخذين شحنه سالبه. ليه؟ لانه البي كي اي فاليو تبعت البي كي اي فاليو تبعت الكاربوكسيليك اسيد اللي بالسايد تشين كتير قليله، فبالسولوشنز اللي اعلى من هاي البي كي اي بيكون الدي الدي بروتونيتد اكثر وبيكون شحنتهم سالبه. فبالبي اتش النيوترال الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد بيكونوا شحنتهم سالبه بسبب الكاربوكسيليك اسيد سايد تشين. تمام. هلا في شيء مهم كمان ضروري نعرف انه البي كي اي فاليو تبعت الامينو اسيد بتختلف لما يكون الامينو اسيد هذا فري او يكون عامل بيبتايدز او عامل بروتينز. وفي عندنا مثال اللي هو مثلا البي كي اي فاليو تبعت الاسبارتيك اسيد ممكن توصل 9 ممكن توصل 9 على الثايرودوكسين بالبروتين تبع الثايرودوكسين البي كي اي فاليو تبعته 9، مع انه الاسبارتيك اسيد حكينا السايد تشين تبعته المفروض البي اتش تبعت البي كي اي تبعتها ببي اتش كتير قليل، بس هي نفسها هاي التشين لما تكون ببروتين الثايرودوكسين بيكون البي كي اي تبعتها 9. فهي بتختلف البي كي اي فاليو تبعت الجروب لما يكون لما تكون بفري امينو اسيدز او لما تكون ببروتين او بيبتايد، بيختلفوا عن بعض.